بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم بينما أنا أطعم هذا الفرخ اكتشفت طريقة، وهي طريقة تعليم طائر الأكل بمفرده، أي الفيطان بسرعة. هذه الطريقة تتمثل هي بسيطة جدا، تتمثل في وضع القمح في بداية فم في منقار الفرخ. قد تفشل هذه العملية في البداية، لكن بعد ذلك تصبح سهلة. كما عودتكم إخوتي، لا نبخل عليكم بشيء. هكذا طريقة جد سهلة. طريقة سهلة هكذا فقط. الطريقة الثانية، بعدما يتعود على هذه الطريقة، نضع القمح أمامه هكذا وهو يتعلم، يقوم بنقب القمح والماء بنفس الشيء. نقوم بوضع إناء به ماء، وهذا كل شيء، وشكرا.